دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا. إحنا حالياً بدور الأربعة. فريقين طلعوا كانوا مؤهلين أن يوصلون إلى النهائي أو ما قبل النهائي. أبرز مفاجأتين صارت خروج رونالدو وبيب غوارديولا. سوولي سبسكرايب وفعلوا الجرس وخلنا نبدأ الحلقة والتحليل. رونالدو بيب غوارديولا خارج دوري الأبطال هذا الموسم من دور الثمانية. ليش قلت لكم رونالدو بيب غوارديولا؟ لأنه باليوم الأول اللي طلع به رونالدو من البطولة أغلب الجماهير قامت تحكي وأنه رونالدو طلع وخياره كان غلط واليوفنتوس طلع وهذه الأمور. طبعا ذول أكثرهم مشجعين برشلونة. اليوم الثاني مشجعين ريال مدريد ردوا الصاع صاعين إلى مشجعين برشلونة. طلع بيب غوارديولا وتشلبوا بالموضوع ونسوا الأداء، والاثنين طبعا هم نسوا الأداء، أداء رونالدو اللي جابوه 5 أهداف وأداء بيب غوارديولا ومانشستر سيتي اللي كان خرافي لولا بعض التدخلات والأخطاء، وقد يكون تدخلات من الحكم أيضا. طبعا راح نبدأ بالأهم، خروج بيب غوارديولا ومان سيتي بعد الأداء الرائع والعظيم اللي شفناه يوم أمس قدام توتنهام. بصراحة بيب غوارديولا سوى كل شيء، لكن عيب بيب غوارديولا انه هو مدرب هجومي، ولا يوم اني شفت مباراة البيب غوارديولا ورجع بيها دافع. البارحة هو متأهل واستمر على الهجوم، اجت هجمة مرتدة نهت كل شيء. اكبر مشكلة للفريق اللي دربه بيب غوارديولا انه هذا الفريق يتعود انه يلعب مهاجم. بيب غوارديولا لو يعتني بالدفاع، الخط الدفاعي مالته مثل ما يعتني بخط الوسط والهجوم، ممكن أن يبني لك فريق خارق. لكن بيب غوارديولا ما يعرف يدافع. بآخر 3 مواسم لمانشستر سيتي من خرجه بدوري الأبطال سجل عليهم 15 هدف وطلعوا بما يعادل 5 أهداف بكل مباراة أو كل دور إقصائي، 5 أهداف يجي عليه ويطلع. تخيلوا موناكو سجل عليه، ليفربول سجل عليه، والبارحة توتنهام سجل عليه. مهما قدم لاعبين مانشستر سيتي من أداء، لكن ممكن بلحظة الخصم يسجل عليه هدف وكل التعب يروح هباء منثورة ويطلع بيب غوارديولا من هاي البطولة الأكبر. بيب غوارديولا أمام توتنهام بالمباراة الأولى، مباراة الذهاب، ممكن أنه هو أخطأ بالتشكيلة واستهزأ نوعا ما بالخصم، ما شارك بساني ولا شارك بدي بروين. دي بروين البارحة قدم مباراة كلش رائعة، ساني أيضا نزله ما لحق أنه يلعب، لكن مو ذاك اللاعب اللي ممكن انه بسببه يكون خسر الذهاب. الذهاب اصلا تحققت له فرصة انه يتعادل على الاقل، لو اغويرو مسجل ضربة الجزاء كان هسه مانشستر سيتي متأهل. ايضا حكم المباراة البارحة بالنسبة لي انا شفت اللقطة مع الهدف الثالث، بصراحة كاميرا اذا تشوفها الحالة صحيحة انه ما كنا لمسة يد، لكن الكاميرا اللي خلف الحارس تبين لك انه الكرة مسكت اليد، اول شيء ضربت اليد بعدين دخلت للهدف. مع وجود الفار والتدقيق الحكم حسب هذه الحالة. بهذا الدور انا برأيي الحكام اساءوا استخدام الفار او ما حالفهم الحظ بتقديراتهم، ونرجع ونقول انه الفار يبقى بعد رأي الحكم وتقديره. ولين الجماهير استهزأوا بخروج بيب غوارديولا؟ اكثر المستفيدين من خروج مانشستر سيتي هم برشلونة والمنافسين الآخرين. هذا المان سيتي لو صاعد إلى دور الأربعة ياخذ البطولة لا محالة، عنده هجوم مخيف، وسط كلش رائع ومميز، ممكن أنه يحافظ على، ممكن أنه يرمم الدفاعات اللي عنده، وبصراحة كان راح إلى النهائي وحققه. لكن خروج بيب غوارديولا أصلا يصب بمصلحة المنافس. نطوي صفحة بيب غوارديولا والمان سيتي، ندخل إلى خروج رونالدو واليوفي من دوري الأبطال أمام المجتهد والمبدع أياكس. بصراحة مباراة أياكس، هذا أياكس النادي كلش مخيف، بأرضه يقدم أداء ومن يطلع خارج أرضه يقدم أداء أروع. فهذا الأياكس أصلا يخوف خارج أرضه أكثر من ما هو يخوف داخل أرضه. بصراحة استحقوا الفوز على اليوفي والتأهل كان جدا منطقي بالنسبة لهم. لاحظوا أنه أكثر الفرق المتأهلة حاليا دور الأربعة، لو تشوفون أصعب فريق وصل هذه المرحلة هو أياكس، قابل ريال مدريد وقابل يوفي واستطاع أن يوصل إلى دور الأربعة. لكن خصم القادم توتنهام عنده غيابات بالجملة، أنا أشوفه حيكون فريسة سهلة أمام أياكس، وأياكس حيكون بنسبة 70% طرف من أطراف النهائي. رونالدو ووضعيته مع اليوفي، رونالدو من انتقل لليوفي كان لازم أنه يعرف أنه اليوفي راح يعتمدون عليه، وهذا كان واضح بالنسبة له.
اليوفي بدأ يعتمد على رونالدو على حساب بقية اللاعبين. كان عندهم سابقا لاعبين ممكن يسجلون وممكن يصنعون لعب، حاليا بس نشوف رونالدو هو اللي يسجل، والدليل انه رونالدو هو اللاعب الوحيد اللي يسجل بالاقصائيات لليوفي، 5 اهداف سجل وبقية اللاعبين 0، ايد واحدة ما تصفق. رونالدو قدم اللي عليه، واليوفي اذا يريد يحقق الابطال لازم يجيب لاعبين شباب ويبني فريق للمستقبل. اما ان تعتمد على لاعبين كبار عمرا او انتقالات مجانية، هذا الشيء ما يحقق لك دوري الابطال ابدا. ما تقدر تحقق دوري الابطال بلاعبين اصلا اعمارهم الرياضية تتعدى 33، هذا اللاعب من يوصل مرحلة 33 يبدي اداءه يكون سلبي، باستثناء بعض اللاعبين طبعا، رونالدو واحد من عندهم قدر انه مع انه عمره 34 سنة لكن قدم اداء انا اشوفه بالنسبة لعمره اداء رائع ومميز. فخروج رونالدو هو منطقي بالنسبة لليوفي، لكن رونالدو ابدع ببطولة الابطال، لكن لكل مجتهد نصيب، وحاليا دوري الابطال يعتمد على فريق ولا يعتمد على لاعب واحد. المباراة القوية والتحدي الاقوى ما بين برشلونة وليفربول. احنا قلنا اياكس ممكن ب70% انه هو طرف من اطراف النهاية على حساب توتنهام، لكن ليفربول وبرشلونة انا اشوف انه 50% لبرشلونة و50% ليفربول، لانه ليفربول نادي جماعي وعنده منظومة كلش رائعة من الحارس الى الدفاع والوسط والهجوم المميز اللي عنده. برشلونة ايضا منظومته كلش حلوة، لكن احيانا الغيابات تخونه، فان كان ليونيل ميسي ورفاقه يريدون يتأهلون الى النهائي ويحققوا لازم يقدمون مباراة اسطورية امام ليفربول، خصوصا انه الاياب في ملعب الليفر. اتمنى ما اكون طولت عليكم بالتحليل، لكن دوري ابطال اوروبا هذا الموسم انا اشوفه ممتع كلش ومميز حتى وان خرج من عند الكبار. التقيكم بحلقة اخرى ان شاء الله وتحليل اخر. مع السلامة.